صراحه يعني ما تقدرش تقول للمدرب شنو غادي يلعب، يعني فيما حطك خاصك تلعب، واخا يقدر يقول لي تلعب غارديان غادي يلعب، يعني ما كاينش هذا المشكل. كنحترم القرارات ديال المدرب، وكيف ما شفتي راه ملي كندخل في الميدان يعني كنحاول نتاقلم مع داك البوست اللي كنلعب فيه. و 3-0 ما نتيجه ماشي خايبه، الخصم ما كان سهل، حنا استغلينا دوك الفرص اللي جاونا، ولكن ضيعنا تقريبا واحد 3 أهداف اللي كان خصنا نخرجوا من الماتش رابحين بواحد 5-0 ولا 6-0. كان ان شاء الله خصنا نحاولوا نصلحوا هاد الحويجات هادو، كنتمنى ان شاء الله باش نزيدوا في هاد المسار ديال النجاح ايجابيه ان شاء الله. الصراحه السر النجاح ديالي والزملاء ديالي يعني كيساندوني في لا خارج التيران او داخل التيران. الحمد لله حنا جروب، ما عندناش هذا كي ماركي ولا هذا، حنا كنخدموا كاملين، والحمد لله كيف ما شفتي الفرقه راه كتلعب ب 11. وصراحه يعني الدراري كنشكر الدراري، قدموا واحد المباراه اللي كانت رجوليه، واللي كيف ما شفتي النتيجه ديال 3-0 ما جاتش بالسهل، كنستاهلوا هاد الربح.